طيب هنتكلم دلوقتي ان شاء الله على موضوع جديد، يعني مرتبط شوية بحكاية الاوبن تشانلز، ويعني كنا اتكلمنا في حاجة شبهه قبل كده اللي هو موضوع الفلو ميجرمنتس. طبعا في الباي فلو كنا قلنا ان الفلو ميجرمنت لما بنيجي نعمله سواء بقى هشتغل ببنشوريميتر ببيتو تيوب هشتغل باوريفيس، اللي انا ببقى عندي حاجة بحطها في وسط الفلو تغير البريشر، فبالتالي تغير الفيلوسيتي، فبالتالي البريشر اتغير، فانا اقيس فرق البريشر اعرف منه او احسب منه الفيلوسيتي عامله ازاي. الكلام ده مش هينفع اعمله في الاوبن تشانلز. الاوبن تشانل انا بيبقى عندي حاجه مفتوحه ما عنديش قدره ان انا اعمل فيها الكلام ده كله، فبالتالي بيبقى عندي طرق تانية اعمل بيها الفلو ميجرمنت في الحالات دي، واللي هو هنتكلم عليهم دلوقتي. اول حاجه فيهم اللي هي بنسميها الويرز. الويرز دي بتبقى عبارة عن حاجة زي اللي احنا شايفينها كده، حيطة، مجرد حيطة موجودة في وسط الفلو. يعني انت عندك نهر ماشي، تروح حاطط حيطة في وسطه كده وتفتح فيه فتحة او تسيب المية تعدي من فوقيه. هي دي اساسا كانت بتتعمل لتنظيم الفلو زي السدود بالظبط. فهي طريقة بتستخدم في تنظيم الفلو، بس طبعا مش سد، يعني سد الحاجات الكبيرة قوي، لكن بالنسبة للترع والقنوات والحاجات دي كلها بيبقى بالنسبة لها مجرد حيطة واحدة كفاية. احيانا بنستخدم الشكل اللي هو زي حرف الفي ده لما يكون عندنا فلو قليل شوية. لو عندي فلو كتير بغير الشكل، بعمل بقى الوير الكبير. فحكيت ان انا استخدمه علشان انظم الفلو مفهومة، لكن ازاي بقى استخدمه علشان اقيس الفلو؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي بقى ان شاء الله. ده شكل من اشكال ويرز، بس يعني ده يعني باين هنا ان في فلو ماشي وبعدين جه الفلو كمل هنا، بس يعني الفلو هنا يعني ايه، واضح ان هو بسيط شوية لان المية نازلة على مهلها خالص بتنساب كده على سطح الوير من ناحية تانية. يعني بيبقى ليه اشكال كتير، في حاجة اللي هو بيبقى شكله مستطيل، في شكل بيبقى ترابيزيوم، في شكل بيبقى زي حرف الفي كده، فهو على حسب بقى شكله بيبقى ليه حسابات مختلفة يعني كل واحد فيهم يعني، بس دي الاشكال الموجودة اللي احنا بنشوفها لما بنيجي نتكلم على الويرز. طيب خلينا نشوف بقى دلوقتي بيشتغل ازاي. هو الوير زي ما قلنا كل اللي فيه هو حيطة، فهي حيطة موجودة في وسط الفلو وهو ماشي، بيبقى ليه هايت اتش، والهايت بيبقى فوق الوير بيسميه الاتش الكبيره او اتش كابيتال، وفي فيلوسيتي ماشي، وبعدين نتيجه بقى لان الفلو بيبقى سريع جدا فالفلو بينط النطه دي كده. فحتى الفيديو ده لطيف ان هو بيورينا الفلو، لو جيت تبص على الحته دي هتحس ان مفيش فلو، بس هو في الحقيقه في فلو بس مش باين قوي هنا لان الاريا كبيره جدا جدا، بيجي الفلو يتزنق في الحته دي فيبان بقى ان في فيلوسيتي، ومن كتر الفيلوسيتي ما كبيره بيبقى عامل زي البروجكتال كده، يعني الميه بتطير كده بتنط وتنزل تاني. فهو ده اللي بيحصل في الوير. هتلاقي برضو لو تلاحظوا الحتة دي تقريبا ديد زون، مفيش فلو بيمشي فيها، والفلو بيكمل كده والحتة دي بيبقى المية فيها زي ما تكون يعني ايه محبوسة كويس. فانا من خلال المشاهدات دي انا بقدر اطلع بكذا استنتاج. هبقى الاستنتاج الاولاني ان انا بقدر اقول ان الفلو هنا بعد الوير، الحتة دي بيسموه الابستريم، اللي هو الحتة دي اللي هي قبل الوير بيسموه الابستريم، اللي بعدها بيسموه الداونستريم. فالداون ستريم ده واضح ان هو فيه هواء من هنا ومن هنا، فهو متعرض لاتموسفيريك بريشر من فوق ومن تحت، فبالتالي الستريم ده كله البريشر بتاعه اتموسفيريك. في اي نقطه جواه هيبقى البريشر فيها اتموسفيريك خلاص، يعني ما عنديش بريشر هيد ولا حاجه لان هو مجرد هواء فوق وتحت. بفترض ان هو ما فيش اي كونتراكشن، يعني هو انكمبريسبل فلو. بفترض ان انا عندي بارلل ستريم لاينز، يعني الخطوط اللي الفلو ماشي فيها كلها بارلل لبعض. فالفرضيات دي كلها بقدر بيها اقول ان الفلو عندي ممكن يطبق عليه برنولي ايكويجن. فانا اللي هعمله دلوقتي ان انا عايز اشوف برنولي ايكويجن لما اجي اطبقها على الحاله بتاعتي دي هعمل ايه، او هقدر ازاي اقيس الفلو ريت. يعني احنا فهمنا دلوقتي شغال ازاي وفهمنا الفلو بيحصل ازاي بقى من خلال الحاجات اللي انا شايفها دي، اللي هي هتبقى مفيش فيها حاجه غير الهايت. يعني لو انت جيت تبص على كل اللي قدامك ده انا مفيش في الدايمنشنز اللي موجوده حاجه هشوفها غير ان الهايت بيعلى قد ايه، او اقدر اقيسه يعني الا لما اعرف ارتفاع الميه قد ايه. فيا ترى انا من ارتفاع الميه اللي فوق الوير ده اقدر احكم او اقول الفلوريت قد ايه؟ ده هو بس ده هنشوف ازاي. فعلشان نفهم بس خلينا نتفق ان احنا ان ده هنسميه البي دبليو، والهايت فوق الوير بنسميه اتش، ويمكن عشان مختلفه شويه عن لا هي بي، هي بس بيسميها بي دبليو احيانا يعني. وان انا هعمل برنولي ايكويجن ما بين النقطتين دول، احيانا هتلاقوا لو حد بص على التكست بوكس هتلاقي ان هو بياخد برنولي ايكويجن ما بين نقطه هنا وهنا، بس هتلاقي الدنيا بتلخبط شويه.
يعني هتلاقي بقى الاتش والبي ظهروا هنا وظهروا هنا وفي الاخر هيطيروا بعض فملهاش لازمه. فيعني ايه، انا بفضل ان احنا ناخد البرنولي ايكويشن ما بين نقطه هنا على السيرفس وما بين النقطه هنا. طيب احنا في حاجات هتبقى سهله ان انا اتصرف فيها. انا النقطه دي انا عارف انها بدايه الوير، فبالتالي البريشر هنا هيبقى اتموسفيريك، ودي برضو على السيرفس فهتبقى اتموسفيريك. الفيلوسيتي هنا بالنسبه لهنا بيبقى كبير جدا، ده كبير جدا بالنسبه لده. لو تاخد بالك هنا الفيلوسيتي حتى كان باين في الفيديو اللي شفناه ان الفلو هنا كان بطيء جدا جدا، او باين ان هو من كتر ما هو بطيء انا مش شايفه. ولو جيت تفكر فيها هتلاقي ان ده طبيعي لان الهايت هنا كبير جدا مقارنه بالهايت هنا، فالفلو اريا هنا اكتر من هنا بكتير، وبالتالي الفيلوسيتي هنا هتبقى قليله. فانا بفترض ان الفيلوسيتي عند واحد بالنسبه لاثنين تقريبا بصفر، يعني اصغر منها بكتير قوي، زي ما عملنا احنا كده مليون مره قبل كده لما كان عندك تانك مثلا وبتفضيه والتانك سيرفس بيقل ببطء، فانت بتفترض الفيلوسيتي على السيرفس بزيرو، هي حاجه شبهها بالظبط. فلو جينا عملنا بنقول الايكويشن ما بين الاثنين دول مش هيفضل غير ترمين اثنين، هتلاقي البريشرز طيروا بعض وهتلاقي الفيلوسيتي الاولانيه بقت بزيرو ومش هيفضل عندك غير ترمين. لو خدت الديتم بتاعك هنا فهيبقى عندك ال V2 سكوير على 2G equals ال Y بس، فمنها تقدر تقول ان ال V هتساوي root 2G Y. فانا كده قدرت اجيب ال velocity. هتلاحظ طبعا ان كل ما ال Y دي بتزيد خلاص كل ما ال velocity بتزيد، يعني هتلاقي ال velocity هنا اعلى من ال velocity هنا اعلى من ال velocity هنا، يعني ال velocity على السيرفس ده هتبقى اقل حاجة والفيلوسيتي هنا هتبقى اعلى حاجه. وده منطقي لان تخيل ان الفيلوسيتي هنا جاي من الحته دي بس على السيرفس ده، والفيلوسيتي اللي تحت ده جاي من الارتفاع ده وجايب كمان من هنا، يعني الستريم لاينز دي بتبقى عامله زي واحده كده بتلم شعرها بتوكه، فهتلاقي الفلو جاي من حتت كتير قوي واتزنق في حته واحده. فالفلو هنا الافكت بتاعه جاي من الحته اللي فوق بس، في حين تحت متاثر بالحته اللي تحت اكتر كويس، او بالفلو اللي جاي من الحته دي اكتر، فبالتالي الفيلوسيتي هنا هيبقى اعلى من هنا. وده اللي المعادله بتقوله، ان واي بتزيد كل ما ننزل تحت، فبالتالي كل ما واي بتعلى كل ما ال اسمه ايه دوت كل ما الفيلوسيتي برضو بتعلى. ومعنى كده ان انا عندي ارتفاعات مختلفه الفيلوسيتي مختلفه، وبالتالي انا لو عايز احسب الفلوريد بقى انا مش هقدر احسبه بشكل مباشر اقول الاريا في الفيلوسيتي، لان الفيلوسيتي مش رقم ثابت. فبالتالي انا بحتاج اعمل ايه؟ محتاج اعمل تكامل. عشان بس نفهم التكامل، انا كان المفروض بس اظبط الحته دي الاول بس، يعني ده شكل الوير لو انت بصص عليه من هنا بقى من الجنب خلاص. فانا هفترض ان انا هاخد يعني ايه element كده خلاص increment صغيره من الويث من الهايت اسف، هسميها دي واي وليها كلها نفس الويث ال، وبالتالي هيبقى الاريا بتاعتها دي واي في ال، دي هسميها الدي اي، والفيلوسيتي هتساوي الفي في الدي اي خلاص. بس ده اللي هي الدي كيو، هتبقى ال V في ال DA. فانا لو عايز بقى على الاريا كلها هعمل انتجريشن لل V DA دي هتبقى ال Q، فهتبقى هتلاقي ان هيطلع روت 2G بره الانتجريشن، وال L رقم ثابت فهيطلع بره، فهيفضل لك روت Y DY، تعملها انتجريشن تلاقيها بالمنظر ده خلاص. هعمل انتجريشن من 0 ل H، يعني من الهايت ب 0 لغايه الهايت H اللي هو الهايت ده الهايت فوق الوير خلاص. فده الطريقه اللي انا بقدر احسب بيها الفلوريا. طبعا بالنسبه للريكتانجل الشكل سهل، فما فيش حاجه صعبه في الانتجريشن يعني، فبالتالي بقدر بسهوله ان انا اقدر اجيب الكيو بتاعه. فحاله الوير انا المعادله دي انا فارض فيها شويه فروض، في منها مش مظبوط. انا فارض ان انا ما حصلش عندي كومبريشن وان انا عندي ستريم لاينز، مع ان في الحته دي ممكن جدا جدا بيحصل ان يبقى فيه شويه ايديز والفلو ما يبقاش ستريم لاين زي ما انا فارض. ببقى فارض ان الفيلوسيتي هنا بصفر وهو مش حقيقي بصفر. ببقى فارض ان الهايت على السيرفس هنا هو فعلا الهايت في الاخر خالص، مع ان المفروض اللي بيحصل ان الهايت بيقل يعني بشكل تدريجي على طول كتير، يعني هو مش بيجي فجأة كده الفلو ماشي ماشي وهوبا يروح واقع مرة واحدة، لا هو بيروح بشكل تدريجي الهايت بيقل. فبالتالي الهايت برضو هنا ده مش مظبوط قوي. ففي شوية حاجات، وفرض ان مفيش فريكشن مع الوي، ففي حاجات كتير انا فارضها مش مظبوطة، وبالتالي فانا بحتاج احط في الاكتوال كيس كوركشن فاكتور اللي هو السي دبليو دي ده خلاص، هو كوركشن فاكتور بتاع الوير علشان يتيك انتو كونسيدريشن بقى الحاجات اللي انا فارض انها مش موجودة. وبالتالي فبيبقى المعادله شكلها كده في الاخر، وببتدي بقى اطبق الـ يعني اقدر اعوض بالوير ديسشارج كوفيشن ده كويس. لو تاخدوا بالكم من الرقم برده عشان ما نبقاش بنضرب اي ارقام كده، الرقم ده بيحوم حوالين ال 60%،
يعني دي هي 0.598، هي حوالي 0.6، ورقم ده 0.0 حاجة، فيعني مثلا هيبقى ايه 0.62 0.63 0.65 لما يعني يضرب فيه الدم خالص. فهو في الحالات دي كلها بيبقى الرقم صغير، فانا بيبقى عندي حوالي 40% لوسز نتيجة للحاجات اللي انا اهملتها دي. والكلام ده اتجاب اكسبيرمنتالي، فبس عشان نبقى متخيلين ان احنا الكلام ده نظري بشكل مش صح قوي، يعني في الحالات الحقيقية بيبقى فيه لوسز كتير انا مش واخدها في اعتباري. طيب المسألة دي مجرد بس انا حاططها هنا علشان نبص على الجيفنز ونحاول نفهم لما نسمع نقرا جيفنز يبقى فيه ايه. فهو بيقول لي فلو ريت اوف ووتر 5 متر وايد هوريزونتال اوبن شانل. 5 متر وايد دي لو جيت ابص عليها هو المفروض اقول لك ريكتانجلر، اهو قايل هنا اوبن شانل از بينج ميجرد وذ 0.6 متر هايت شارب كريستد ريكتانجلر وير اوف ايكوال ويدث. يعني انا عندي قناه النهر ولا الشانل اللي انا بقيس الفلو ريت فيها عرضها 5 متر خلاص، والوير ليه نفس العرض، فبالتالي ال انا اسف الدايمنشن اللي هو ده هو ال 5 متر، بس ده بقى مش واخد شكل كده حته في الشانل ده، هو واخد عرض للشانل كلها. وبيقول لي ووتر ديبث اب ستريم 1.5 اللي هو ده 1.5، وحتى رسمها لي هنا، وعايز يعرف الفلور بتاع الميه، وبيقول لي ان الهوريزونتال اوبن شانل از بينج ميجرد ومش عارف ايه هاي شارب كريستد ريكتانجلر وير اوف ايكوال ويدث خلاص. فهو الهايت ده اللي هو 0.6 ده هو الهايت بتاع الوير اللي هو الارتفاع بتاع الوير ده. فانا خلاص انا كل اللي انا محتاجه الدايمنشنز عشان اقدر اقيس الفلوريت، فانا عندي ده وده الفرق بينهم 0.9، فانا عارف ان الهايت اوفر ذا وير 0.9. فلو جيت ابص على المعادله ال H على ال W عندي الاثنين، وهنا المعادله ما فيهاش غير ال L وال H وال C، ال C برضو حاجه جبتها خلاص، فهي مجرد تعويض في المعادله وخلاص. طب افرض ان انا عندي شكل مش كده، عندي شكل مثلث، والشكل المثلث ده بيبقى غلس شويه. الشكل المثلث لما حاجه اشتغل بيه هلاقي ان انا هطبق نفس الحكايه، ان انا هقول ال V equal square root root 2GY، وبعدين حاجه بقى اعمل integration هلاقي ان الدنيا هتغلس شويه. ليه هتغلس شويه؟ لان انا عايز اجيب ال دي اي، الدي اي دي كنا جبنا شريحه وقلنا الشريحه دي الهايت بتاعها دي واي صغير جدا جدا جدا، والمره اللي فاتت قلنا ال اف دي واي وخلصت على كده. بس الحقيقه ان انا عندي في الفي نوتش او في الترينجلر وير الاكس ده او الويدث ده مش ثابت، ده بيتغير، يعني عند كل ارتفاع الفيلوسيتي بتتغير، ومع تغير الفيلوسيتي في تغير في الدايمنشن بتاع او في عرض الوير وهو نازل، فبالتالي الاكس مش رقم ثابت زي ما كنت بقول المره اللي فاتت. فانا لما اقول ان هو الفي في الاكس في الدي واي، انا في الحقيقه عندي اتنين فاريبلز مش فاريبل واحد، الاكس والواي. فانا ببقى محتاج الاقي طريقه يعني اتحايل بيها على الموضوع ده، انا مش هينفع اشتغل باتنين دايمنشن، انا بشتغل بدايمنشن واحد بس. فبعمل ايه؟ فباجي بقى من خلال الجيومتري بتاعه المساله دي ممكن اعرف اجيب حاجه تساعدني اجيب علاقه بين الاكس والواي. فانا هبص عليك مثلث، المثلث ده كده، وهبص على المثلث ده كده، الاثنين فيهم زاويه واحده مشتركه اللي هي الفاي دي. فانا ممكن اقول ان التان الفاي هيساوي ال على 2 مقسومه على ال h بالنسبه للمثلث الكبير، اللي هو برده هيساوي ال x مقسومه على ال h ماينس ال y خلاص. فده اللي انا هقدر اطلع بيه. فهنا الشكل ده يا اما بقى تاخده فانكشن في ال l وال h، او خده في التان، خلينا في التان، يعني لو اخده فانكشن في التان فهلاقي ان هو علاقه بين x و y. فانا ممكن اجيب ال x as a function of y او ال y function of x. طبعا علشان هنا بالنسبه ل x دي y، فانا عايز ال x هي اللي تبقى function of y، فهشيل الاكس دي وهتبقى 2 في h ماينس y في 10 فاي على 2 خلاص. ده اللي هي الاكس، والفي هي روت 2 جي واي، وبالتالي هقدر الاقي ان الكيو هتطلع بالشكل ده، وهكامل برضو من 0 ل h، وهيطلع لي في الاخر الكيو بالمنظر اللطيف اللي احنا شايفينه ده خلاص. مجرد شغل رياضه، فانا مش عايز اضيع وقت فيه. بالنسبه بقى للايكويشن في الاخر، لو انا هشتغل في الاكتوال كيس هيبقى عندي برضو الكوركشن فاكتور اللي هو سي دبليو دي. سي دبليو دي ده برضو بالنسبه للريكتانجلر بيبقى مختلف شويه، لان هو مش نفس الطريقه، هتلاقي ان هو ستيل ان ذا سيم رينج، يعني انا بتكلم في نفس الارقام حوالي 60% خلاص. وفي حالات كتير انا بشتغل ب 0.58 وخلاص. احيانا بيبقى ليها اسمه ايه دوت شويه شورتس كده ممكن نبص عليهم، بتشوف فيها الهايت عامل ازاي، وتشوف فيهم الزاويه عامله ايه، ومن الزاويه والهايت تقدر تجيب الكوركشن فاكتور خلاص. ف
فيعني في كذا طريقة. وهنا الكيرفات دي كل كيرف بيقول لك بقى الانجل عاملة ازاي، 90 60 45 ايا كان بقى الزاوية اللي هنشتغل بيها. برضو هتلاقي ان هي برضو ما بت يعني المينيمم بتاع ال 0.58 اللي هو نفس الرينج اللي احنا بنتكلم فيه. ف يعني هتلاقي المسألة دي برضو يعني ممكن نبقى نعمل مرة تانية نحل فيها مسائل. بس يعني خلينا نبص على الجيفنز اللي هنا على الأقل. يعني هو بيقول لي هنا فلوريت 3 متر وايد شانل، ده الهايت، أو حتى جايب لي الدايمنشنز على الرسمة. is to be measured with sharp crested triangular weir 0.5 meter above the channel bottom. فالارتفاع بتاع الوير هنا اللي هو بسميه ال PW ده هيبقى 0.5 with notch of angle 60، وقايل ان الاثنين فاي ب 60 و اف. وخلي بالكم برضو انا كويس ان احنا قلنا الحكايه دي، انا لما جيت اعمل الديريفيشن الفاي اللي احنا شغالين بيه، لا انا بتكلم هنا على الفاي كلها، فماشي كده مظبوط، معلش انا اتلخبط. فهي الفاي ب 60 والفلو ديبت اب ستريم فروم ذا وير 1.5 متر، فالهايت اب ستريم اللي هو كل 1.5، فهيبقى اللي فوق الوير 1 لان تحته نص. وعايز يعرف الفلو ريت عن الشانل وبيقول لي خد الشارك كوفيشنت 0.6. فانا لو جيت ابص هلاقي ان كل الجيفنز عندي، الفاي عندي والاتش عندي والسي دبليو دي عندي، حتى مديها لي على طول، فهتبقى مجرد تعويض في الايكويجن على طول. بالنسبه بقى للترابيزويد اللي بتبقى غلسه، فاحنا مش يعني انا في الغالب مش هنتكلم عليها، يعني مثلا عشان تبقوا عارفين يعني هي بتبقى الكيو شكلها عامل كده. ومن الشكل ده احنا ممكن يعني من البصه بس كده ممكن نتوقع هي جت منين. الشكل ده هو الشكل بتاع الريكتانجل، والشكل ده هو الشكل بتاع الترانجل. فهو الدريفيشن جاي ان انا قسمتها ترانجل وريكتانجل وخدت كل واحد لوحده يعني. بس يعني ايه مش مهم قوي يعني هي اتعملت ازاي، لان هي الدريفيشن بتاعها بايخ شويتين يعني. بس فده بالنسبه للويرس. يعني ممكن ناخد مره كمان نبقى نحل فيها شويه مسائل ونكمل بقى بعد كده حكايه الاورفيس باذن الله. والسلام عليكم ورحمه